معلش ثانية واحدة يا جماعة، ثانية اتفضلي واحدة. اتفضلي. أنا في برنامجي هنا 90 دقيقة أنا برفض اتهام أي امرأة مصرية إنها قليلة الأدب. المرأة كلنا نرفض المصرية هذا تاج راس كل مصري. طبعا ها؟ بس طبعا لازم أسجل اعتراضي على كلام حضرتك. أنا بتكلم على وده هيزود اتهاماتك في القضاء على فكرة. نعم؟ ده هيزود اتهاماتك في يا ستي، القضاء. انا ارحب بقضاء مصر العادل. يا استاذ اشرف، حضرتك اخترت دلوقتي في بوست على صفحتك ان انت اخترت الطريق القضائي، صح والله كده؟ لو هتحولوني للقضاء انا مضطر. صح ولا غلط؟ انا مضطر طالما انت اللي هتحولني للقضاء. الست حضرتك اشرف الخميسي اشجار التين والزيتون؟ قول لي اه او لا. نعم. حضرتك اشرف الخميسي انت عارفني وقلت اسماء رواياتي. ضارب الطبل؟ ايوه. وخروف وكلب. وخروف وكلب. ننهي مع الاستاذ اشرف الى ان نلتقي في المحكمه. انا حزينه بجد وزعلانه. وتقال تاني يا استاذه بسمه، لانه الحقيقه هو مصر ومستفز جدا. لا هو قال انا قال سيدات مصر قلالات ادب. انا خروف وكلب. قال اللي بيردوا قلالات ادب يعني الست اما تبقى عاوزه تعبر عن نفسها تبقى قليله الادب. لا يعني هل دي المراه المصريه؟ انا من منبري ده ازاي ده؟ يبقى ده حال الثقافه حاليا والمثقفين. انا بوجه رساله يعني لاتحاد كل اتحاد كتاب مصر. عملت اتصال معاه واتكلمت معاه اصلا. لا هو ضحك في المكالمه كمان يعني. ده مش موضوع يعني، معلش ده مش موضوع مضحك ولا موضوع يعني فيه بسمه عشان نتكلم عليه. بنوجه رساله لاتحاد كتاب مصر بسرعه التحقيق فيما كتبه الاستاذ اشرف على صفحته، وفي ردوده على سيدات مصر واتهامهم بانهم هبلناها. لا ده ما تم في الحلقه في حاجه ثانيه كمان. جمله ثانيه كانت ايه يا جماعه؟ هبله ومسكوها طبله. اللي بترد وبتدافع عن نفسها تبقى هبله ومسكوها طبله. كانت في جره وطلعت لبره. إيه جرت ايه وبره ايه الوصف؟ هل ده وصف يصدر من مثقف؟ هل ده وصف يصدر من اديب؟